يعبر المصطلح هذا عن الاضطرابات العقلية اللي يفقد بها الشخص سيلته بالواقع، كيف مرض الفصام وثنائي القطب والاكتئاب الذهاني والإدمان على المخدرات وغيرها. وقتها الشخص يخلق عالم جديد يعيش فيه وحده وينجم يتواصل حتى مع أشخاص غير موجودين ويسمعهم ويراهم ويتحدث معهم، وينجموا زادة يطلبوا منه حاجات باش يعملهم معينة، كيف مثلا يضر روحه وإلا يهموه بأنه شخص عظيم كيف المهدي المنتظر. ومن بين الأعراض تلقاهم منعزلين وديما وحدهم وما يتواصلوش مع أقاربهم وما عادش يهتموا لا بنظافتهم ولا بشكلهم وما يهمهمش إيش قاعد يصير في المحيط متاعهم. يولي وزادة يفكروا ويتكلموا بطريقة غريبة وسلوكهم يتغير ويولي عندهم برود في المشاعر متاعهم. والحاجة الثالثة تكون عندهم هلاوس اضطهادية، بمعنى إنهم يعتقدوا إنه فم شكون يتبع فيهم ولا يحب يضرهم، وهذا شيء يخليهم يتصرفوا بطريقة عدوانية، وخاصة كي تكون الهلاوس مرتبطة بشخص معين. وبهكا نخليكم مع موجة الحياة فيم، الموجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on.